ست منى، احنا اتولدنا في بيئه ما فيها كهرباء ولا فيها ميه ولا فيها تليفون. وانا كنت بكتب على مدى 15 سنه في الاهرام العربي باب اسمه غواص، فكتبت مقال عنوانه دار بلا فواتير. فدارنا ما كانش بيجي لها فاتوره، لا فيها كهرباء ولا فيها ميه ولا فيها تليفون ولا فيها فن ولا فيها لعب. فيها فن ازاي بقى؟ اسمعي، فيها فن يعني عجز عن تصويره المصورون وفشل في العثور عليه الباحثون عن الفن. فيها فن جميع من فيها بيسمع أم كلثوم وبيصبح حافظ الأغنية بتاعتها. وأنا ما زلت وأنا صغير راحت الأغنية وراح كاتبها وملحنها وبقيت كلماتها اللي ينفع تتقال في السياق الإلهي. هواك نسى الزمان طبعه وخد منه الأمان لينا، ودارى عننا دمعه وخلاه ما جري بينا. هواك هو اللي خلى العمر غالي وبالسن يحسبه مش بالليالي. أودي الكلمات دي فين؟ وهل واحد يسمع الكلمات دي ويبقى فاهم معناها؟ تقولي عايش بلا فن؟ أيوة. طب والسينما لأ ليه يا دكتور؟ شوفي، كان زمان ضيفي لقول القائلين اللي بيلعب بايظ السينما لعب عيال. قبل بقى الناس ما تتنور وتتحضر وتعرف انه فن راقي ده رأي حضرتك لحد دلوقتي؟ لا يا حبيبتي، انا ليا رأي بجملة واحدة. الصيادين بتوع الميديا هدية شدية اللي هيسمعوني انا وانت دلوقتي ان شاء الله مش هيجدوا كلمة واحدة تحقق مقربهم. بقول لهم ناموا او اكسروا الألم لهبة للي معاكوا ده. الفن كله في نظر مبروك عطية رسالة توجيه مجتمعي نحو السلوك الأفضل والخلق الرفيع والعمل الرشيد. أدى هذه بقى فن، أدى غيرها يبقى لهو. ونقلب الصفحة على فكرة. طب وحضرتك لما ترفض السينما بشكل عام تعرف إزاي هي بتقدم رسالة ولا لأ؟ بتبني مجتمع ولا لأ؟ شوف أنا هقول لك، حلو السؤال ده قوي. أنا الود ودي إن أنا أعرف قبل ما أدخلها إن اللي أنا هشوفه ده قبل ما أدخله قبل ما أشوفه رسالة راقية من تعبير النقاد والمثقفين واللي شافوه قبلي وهم أمناء عليا. مبروك عطية. ماله؟ مبروك عطية في النهاية. حكم حضرتك على السينما والفن. ولا أشوفهم ولا بشوفهم. أنا ما بشوفهمش، مفيش لا وقت عندي ولا استعداد نفسي إن أنا محروم من حاجة عايز أشوفها إطلاقاً أبداً. لكن حد من احفادي حب يدخل السينما كنت سعيد جدا وانا بقول له عملت ايه، وما سالتوش ايه مضمون الفيلم واحكي لي، لا خالص. هو عايز يروح السينما يروح السينما. ما سالتوش حتى عن الفيلم خالص. اساله ليه؟ اللي شافه شاف، المهم ان هو ناجح وطلع الاول. يعني ده اللي يعنيني انا. لما راح سينما لعب كوره، طب انا عندي كابتن احمد طه مبروك. ان شاء الله يبقى امتداد لمحمد صلاح. والله العظيم هتسيبه يلعب؟ جدا. عشان اللعب ده بيجيب فلوس؟ عشان اللعب ده بيجيب فلوس؟ لا خالص. لا خالص، لانه واحد الاول على معهده. ده ليه مين انا؟ اشترك في باقات واتش الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.